انا بس ساعات البيت موجودين جوه عطلتهم لحد ساعتك ما تيجي. خش هات العيال دي بسرعه من جوه. بس العيال دي ساعتك يا باشا باين عليهم ولاد ناس. يا عم تعالى امشي امشي بقى امشي حطهم في البوكس. يلا 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 يا عم. ايه
اللي روميو يا روح امك. من فضلك مالكش دعوه بماما. وبعدين انت ما تعرفش انا مين. هتكون مين يالا؟ واد بايظ اهلك ما ربكش، بس انا بقى اللي هربيك وهعلمك تحترم بيوت الناس ازاي. وانت يالا تشتغل ايه؟ شكري ملوش دعوه بحاجه. ما تتكلمش لما اسالك. انا صاحبه. معاه في المدرسه؟ لا. امال تعرفه منين؟ هو جاري في الانفوشي. جارك في الانفوشي؟ حلو قوي الانفوشي. خدهم على الحجز لحد ما يبان لهم صحاب. اتفضل. ايوه علوه، نسيتوا على ايه؟ انت الاستشاري يا عم. المكان الالماني حلو، حلو قوي. تمام تمام تمام. هيوصل امتى؟ اوكي اوكي، يبقى كده بقى احنا نوضب المخازن على ما يوصل. ماشي يا ابو علي، توصل بسلامه يا حبيبي، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخوك علي لسه بيتكلم، المكان هيوصل بعد 15 يوم. طيب الحمد لله. عملت ايه في اللحمه والفراخ اللي جايين؟ اتعاقدت على كل الكميه اللي جايه مقدما، ووضبت العقود واخدت مقدمات كمان. جميل جميل، شكلها هتحلو ابو كمال. بس خلي بالك العقود فيها شروط جزائيه عاليه جدا لو ما سلمناش في الميعاد. يا عم الله لا يسيئك يا عم. يا عم كلمه حلوه، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. ده انت سلام عليك يا كيبو. ايوه انا محمود المصري. اسم العطارين يا داود باشا. منير. اسمي منير. متاسف يا منير باشا، اعتبروا يا اخي اخوك الصغير وغلط. انا اخويا الصغير مش قليل الادب. ماشي، انا هحاول اعلمه الادب. ممكن اعرف هو فين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ في سيسل؟ في الحجز طبعا. حجز؟ ابني انا تدخل الحجز مع المشبوهين؟ وانت تفرق ايه عن غيرك؟ على راسك ريشه؟ لا فرق كتير قوي. ولعلمك ابني لازم يجي دلوقتي هنا حالا، والا هيبقى لي تصرف تاني معاك. هتعمل ايه؟ هتنقلني الصعيد ولا هتشكيني للوزير؟ انا لغايه دلوقتي عامل حساب ان انا في مكتبك. كلمه تانيه وهدخلك الحجز معاه. لا 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 لا، انت ما يظهر ما بتعرفش تفرق بين الناس وبعض يا حضره الضابط. انا ماشي، بس هخليك تندم. ولعلمك لو حد مس شعره واحده من راس يوسف مش هتكفيني في الدنيا بحالها. انت فاهم؟ استنى يا محمود. لميس، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي امنع جريمه هيرتكبها رجل قانون. انت تروحي البيت دلوقتي حالا، مش قبل ما تطلع يوسف ويروح بيته. لميس، ما تخلينيش اعمل تصرف تندمي عليه. التصرف اللي هتندم عليه انا بحاول امنعك تعمله. انت ازاي تيجي هنا وتتدخلي في شغلي كمان؟ يوسف ده شغلي انا. روحي يا لميس، روحي يا لميس. يوسف قبلي. انت بتتحديني يا لميس؟ انا بحبك عشان كده بتحدى عندك اللي هيخليك تغلط في حق ولد مهذب ومحترم. المخبر اللي بره يجيني. والله كبرت يا يوسف. مكسوف من ايه انا؟ انا برضو لما كنت في سنك كده يا يوسف حبيت وتعذبت. انا كنت رومانسي جدا زيك كده. يا انا انت مستغرب ان ابوك رومانسي؟ ابوك حبيب، حبيب جامد قوي يعني. دول بس الشغل ومراعاته. يا يوسف تعالى على الجنب يا حبيتها. عموما الحب مش عيب، الحب شيء جميل ونبيل. بيني وبينك بقى انت بتتحب بصراحه، سواء شخصيتها او حتى شكلها حلوه. وانا بابا حركتها قدامك وسام. دي حقيقه، بس انا اعتقد انها ست عاقله وشخصيتها قويه وهتعرف تتصرف بحكمه. انا مش عارف ممكن اوريها وشي ازاي تاني. لا ما
ما انت ما تبقاش حساس قوي كده زاد عن اللزوم يعني. يعني انت صحيح يعني تصرفت بالدفاع لكن كنت رقيق ومؤدب. بص يا يوسف، اي تجربه بنمر بيها هنتعلم منها، مهما كانت التجربه دي كبيره في وقتها الا انها بعد فتره تبقى ذكرى، وذكرى حلوه نفتكرها ونحن ليها. سواك حلو اولا زي ابوك. انا بحبك يا منير، واكتر حاجة حبيتها فيك ان عمرك ما كنت بتطبق القانون من غير انسانية، بل على العكس كان دايما عندك ميزان دقيق بين العدل والرحمة. فاكر هيما الولد الصغير اللي خرجته من الاحداث ودخلته مدرسة يتعلم، وبدل ما يطلع مجرم بسببك طلع مهندس؟ كنا مخطوبين ايامها، انبهرت بيك وحبيتك، معرفش ايه اللي غيرك كده. ارجوك حاول تفهمني، انا لما جيت لك الاسم كنت بحاول ادور على منير حبيبي بتاع زمان، كنت بحاول امنعك تاذي روحك قبل ما تاذي ولد صغير ما عندوش تجربه. بعض الاحيان بديلك العذر، بس مش معنى انك طول الوقت بتتعامل مع اللي خارجين عن القانون ان كل الناس تبقى كده. حتى انا في اصل سايكولوجي، العمق، الكشف، والاختراع، غير التفكير المنطقي المتعارف عليه. هناك نوعين من التفكير، تفكير رأس أي منطقي مرتب لكل خطوة مبرراتها، وتفكير جانبي متجدد يقدر يدينا حلول مبتكرة ومدهشة لأي مشكلة نقابلها. عشان كده في أي مشكلة تقابلوها ما تخافوش من الخطأ، لأن التفكير الجانبي بيعلمنا إزاي ندور على الجديد مش على الصح والغلط. ميرسي على الورد الجميل. مس لميس انا اسف. ما تتاسفش، انا اللي بتاسف لك على اللي عمله جوزي معاك. وعلى فكره كان ممكن جدا تبعت الورد وتحط عليه اسمك، كنت هبقى سعيده اكتر. مفيش اي مشكله انك تبقى معجب بحد وتقوله انا نفسي معجبه بيك، بس كاخ صغير بكره تحب بنت زي القمر وتيجي تعرفها عليا. انت عندك اخوات اكبر منك؟ اعتبرني اختك الكبيره. روح انت يا كمال شوف المخلص والمخازن ووضب كل حاجه، وانا حلاغي الوناش لحسن مكانته تربط كده ولا كده. اوكي. يعني ايه ما جاش بقالي يومين؟ انا عايزه ابني يا محمود. اهدي بس عليا، خلينا نفكر. انت زعلت في حاجه يا امين؟ ابدا والله يا محمود بيه، هو ليه كام يوم كده متغير، رب دقنه وبقى يصلي، قلت احسن. بعد كده لبس جلابيه بيضة وسروال ابيض وطاقيه بيضة، وبعدين بقى يقول ده حرام وده حلال ويفتي في كل حاجه، ومن يومين خرج وما جاش لحد دلوقتي.
الو. ايوه يا ماجد، مش عارف صوتي ولا ايه؟ انا محمود المصري. مالك خايف كده؟ معلش، اصل الموضوع مهم شويه. انت عارف احمد ابن اختي بتاع هندسه اسكندريه؟ مش عارف يظهر فيه حبه عيال كده من بتوع جامعات الاسلاميه اتلموا عليه، بقاله يومين ما جاش البيت. لا ما هو ما حدش هيعرف لي مكانه غيرك. همتك معايا يا بهجت وليك الحلاوه. خلاص هستنى تليفونك في البيت. مع السلامه. قال لك ايه؟ بكره هعرف لك اراضي فين. اهدي بقى، اهدي عشان خاطري، اهدي. امال فاطمه فين؟ ممكن ادخل ولا الانسه لسه زعلانه مني؟ اتفضل. وحشتيني يا طبط. وانت كمان. اخبار سين ايه؟ معرفش عنه حاجه. لسه في الجبهه؟ ما سالتش. انا بقى هسال وهعرف، وهستنى اول اجازه ليه، وهروح له وهكلمه، وكل حاجه هترجع زي الاول واحسن كمان. يا سيدي ما تتعبش نفسك بقى، ما بقتش فارقه. الله 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 الله، ليه بتتكلمي كده يا فاطمه؟ اوعك اوعك من الياس يا فاطمه، اوعك. انا ما شفت وهشوف. وانت برضو فاطمه، كل مشكله في الدنيا يا حبيبتي ولها حل، كبيره كانت او صغيره. عموما رمضان فاضل لي يومين. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبتي. اوعدك، شوفي بوعدك، اذا كان زين هنا هيفطر معانا اول يوم رمضان. راجع الصور براحتك. زين لسه خطيبك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد موجود؟ أحمد أمين أم أحمد طه؟ لا أحمد أمين. حسناً تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ وماذا تريد من أحمد؟ قل له خالك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أخ أحمد. أخ أحمد يا أمين. خالك.
كان ازاي؟ يا اخي طب قول لي اتفضل الاول. الله اكبر الله اكبر. سخن عليك قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اللهم اني لك استشهدت وعلى رزقك افطرت. بابا كل سنه طيب يا يوسف. انت طيب يا بابا. اتفضل يا عم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابنك اهو يا ست. تعال يا بابا اتفضل. اتفضل يا بابا. يا العطش اللي الواحد فيه. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ افر بديني من الدوله الكافره. الله 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 الله. ومين بقى اللي افتالك انها كافره يا عم احمد؟ كتب الائمه مثل ابي الاعلى المودودي وغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. ده راجل باكستاني متشدد والاسلام دينه الوسطيه. يا عم احمد يا عم احمد الله لا يسيئك. بعدين ده كان في بلد غير البلد وزمن غير الزمن اللي احنا فيه ده. يتغير الجميع ويبقى دين الله راسخا. طب ايه اللي خلاك فريت مننا وسبتنا ومشيت كده يعني؟ احنا مش مسلمين برضو ولا ايه؟ ليس كل من صلى وصام مسلما، انما اسلامه ناقص. طب ومكمله ازاي بس يا ابني؟ بممارسة الفريضة الغائبة. وما هي بقى الفريضة الغائبة؟ الجهاد. واللي أفتالك ده ما قالكش إن بر الوالدين عند ربنا أقوى من الجهاد؟ ها؟ وإنك أنت لما تسيب أبوك وأمك يتعذبوا عشان غيابك دي حاجة تغضب ربنا؟ قد جئت من أجلهما ومرضاة لله سبحانه وتعالى. فعلت ما تريدون فاتركوني أفعل ما أريد. رمضان شهر الاعتكاف وسأعتكف. مفيش فايدة مفيش فايدة. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فسراك الحر تراب أبي. هنا القاهرة. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. عليا عليا في ايه بصراخ كده ليه؟ الحرب قامت. يا نهار ابيض. الحمد لله يا الواحد والله ما كان مصدق ان احنا هنحارب وهننتصر كمان. بس يا خوفي لا تكون بيانات الراديو زي 67 كده وفي الاخر تطلع كدب. يا اخي سيبنا نفرح شويه وبعدين ما تبص على التلفزيون ما هنقل كل حاجه اهو. لا 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 المره دي الموضوع بجد صراحه بقى. النغمه الهاديه الواثقه اللي البيانات بتطلع بيها اللي ما فيهاش اي نوع من المبالغه مطمناني. بعدين اول مره تحس الناس ما بتجريش ورا مؤشر الراديو عشان تعرف الحقيقه من بي بي سي او المحطات الاجنبيه. محدش يعرف يضحك على الشعب ده ابدا. يا ابني المصريين خير اجناد الارض. اعلى نسبه كفاءه
وانضباط عسكري ودهاء ومهارة في تاريخ الحروب. حاجة تفرح، حاجة تفرح. حتى سلاح الطيران اللي قالوا من سلاح المصريين أثبت رجاله إنهم نسور بجد، وإن أي حد يفكر بس مجرد إنه يفكر يهوب من سما البلد دي نهايته الموت. لعصام ابن الحاجة تفيدة، الملازم أول احتياط، رجع امبارح وعملوا له حتة زفة إنما تفرح. حقه يا علي، مش شرفنا كلنا؟ طبعا شرفنا. أمال عمو زين ما جاش ليه؟ هتفضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك وبتعيطي ليل ونهار؟ ما حدش له دعوه بيها. انا نفسي افهم انت لابسه اسود ليه. هم قالوا لك انه مفقود، مش ان هو استشهد لا قدر الله. ما تفوليش على الراجل بقى. بس بقى، بس حرام عليكم والله ما انا قاعده لكم عشان ترتاحي انت واخوك الكبير. يا فاطمه كلمت. ذنب العظيم، عينه صابت البيت كله. شفت القرار بتاع وزارة الاقتصاد؟ يا عم قول سلام عليكم الأول. كارثة يا محمود، كارثة. ساتر يا رب. قول في ايه؟ قرر وزير الاقتصاد منع استيراد أي لحوم أو دواجن مسبوحة أو غير مسبوحة لأجل غير مسمى، وذلك لأننا ما نزال نعيش اقتصاد حرب. دي قرارات تتعلق باقتصاد البلد ومصلحته، مش بفرض او اتنين استوردوا او صدروا. يا فندم اي قرار في الدنيا بيتنفذ في يوم صدوره مش باثر رجعي. الشحنة دي انا متعاقد عليها من 6 أشهر وهي دلوقتي في عرض البحر، يعني طلعت من بلد المنشأ، ما تنفعش ترجع تاني. دي حاجة مش في ايدي، القرار طلع واحنا دلوقتي في حالة حرب، كل شيء لازم يصب في الاتجاه ده. مستر كالي، listen to me please. There is a new law has appeared with a retroactive effect that forbids meat importation. So the Lord will not enter the Egyptian ports. I know that it's not your problem. But I'm ready to turn back the load and lose half of its price. Yeah. Why, Mr. Kelly? You must help me. Help me, please, Mr. Kelly. Why? So, there is no way, huh? No way. Okay. وبعدين يا محمود، يلعب في غير ملعبه لازم تكون دي نتيجته. هو ده وقته يا كمال؟ هو كان في حد عارف ان القرار ده ممكن يطلع؟ أي شيء متوقع في البلد دي، ولا نسيت قرار التأمين؟ تاني يا أكرم زهني. تاني أنت محمود؟ تاني أكرم زهني؟ مدفوق بقى؟ أكرم زهني ده بقى شبح بيطلع لك في كل مكان وفي كل زمان، بيطلع لك حتى في منامك. كفاية بقى يا كمال. سيبه علي، سيبه. أسيبه بس إزاي يا محمود؟ كمال عنده حق. أنت رايح فين يا محمود؟ هروح. مش هتقعد عشان نكمل بيه كلامنا؟
محمود 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 طمنتوا عليا اهو. يلا يوسف انت ومصطفى روحوا لمذاكرتكم. خليني يا بابا قاعد جنبك شويه. حبيب قلبي ما انت جنبي على طول. انا بس خايف عليك. انا يا بابا اللي خايف عليك. جرى ايه يا عم يوسف؟ ما تجمل شويه. امال لو قلنا لك تعالى اقعد في الشركه عند ابوك وتشوف الحرب اللي بحق بأي هتعمل ايه؟ يوسف قدام ودود علي بيه. بس ربنا لا حلنا محمود بيه ولا حد يقعد مكانه ابدا. الله يقدرش. خد يوسف وروح عشان انا عايز اقعد مع اخواتي شويه. ان شاء الله لكرهك. ازيك يا علي؟ الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. شكرا يا امين. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت يا حاج؟ اطمن يا حاج، محمود كويس وزي الفل، بس دول شويه ارهاق، ما انت عارفه ما بيحبش يريح روحه. الف حمد والف شكر ليك يا رب. امال فاطمه فين؟ ما كانتش معاك؟ اصلها خرجت قبل ما تعرف. أول ما هتعرف هتيجي، يمكن بكرة إن شاء الله. أنا هقوم أعمل لك فرخة تاكلها. اخرجوا كلكم وسيبوني مع ابني. إيه التحيز ده؟ هو محمود بس هو اللي ابنك يا حاج؟ أيوه هو ابني وأنتوا ولاده. أهو كبرك أهو، وعن قريب هتبقى جيت. اعذر اختك يا ابني، هي بتمر بظروف صعبه عليها وعلينا كلنا. وبقينا على العموم يا ابني، الدم عمره ما يبقى ميه ابدا، وبكره الزمن ينسيها زي ما بيعمل مع كل الناس. المهم انك انت تخف وتقف على رجليك وترجع كده محمود اللي انا اعرفه اللي طول عمره مغلبني. ربنا يخليك لنا. فاكر لما انا رحت المينا وكنت بقابل واحد صاحبي وطلب لي كوبايه شاي، لقيتك داخل لي بالصينيه كده وعليها الشاي، اتاريك كنت واخد الكانتين. يوميها حضرتك ضربتني حته علقه. ما كنتش عارف اعمل معاك ايه يعني، ما اعرفش انت بتشتغل ايه ولا ايه يعني. انت في يوم قلت لي انا رايح المدرسه، ها؟ لقيتك مشارك الخواجه بنايوتي في محله في مكانتين سينجر. ويوم قلت لي انا رايح اذاكر مع صاحبي، ظبطتك في المطبعه وانت عمال تطبع دروس خصوصيه وتبيعها للتلامذه، قال بتقول لي نامي تاليفك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ خد بالك على صحتك يا حاج. يا انا كويس، ما عنديش حاجه، اوعى تفتكر ان انا يعني عجزت ولا حاجه، لا انا صحتي زي البوم. ربنا يا رب، ربنا يخليك لنا وما حرمناش منك ابدا. سلامتك يا ابي. يا عيني عليك، اما حته الجون الله خليه يرجع من مطرح ما جه. عارف لو كنا سكتنا عليه كان عيلي وعيلي 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 ومحدش قدر يقرب له. طب قول لي بقى، عرفت تطلع القرار ده ازاي؟ القرار كان طالع لان في قوانين كتير قوي لازم يتعاد صياغتها، لاننا داخلين على فتره الانفتاح الاقتصادي والسوق الداخلي لازم يتنظم. اللعبه جت في توقيت القرار نفسه،
أنا حطيت عيني على الشحنة اللي محمود حاطط فيها كل فلوسه، وأول ما عرفت إنها في عرض البحر ضغطت شوية عشان القرار يطلع دلوقتي. طب تفتكر هيسلم؟ هو هيعافر شوية، لكن حتى لو طلع منها سليم هيكون متعور جامد قوي، وهيلزم له سنتين تلاتة عقبال ما يلم نفسه. ساعتها بقى نكون احنا كبرنا ونديله خبطة تانية يموت فيها. لعيب لعيب أكرم بيه، وقديم كمان، راس حربة. أنا جاي لك بحكم العشرة القديمة والعيش والملح اللي بينا. وأنا هقف جنبك يا محمود بيه، بس ما تفهمنيش غلط، لازم أخد كل الضمانات الكافية. أنت عارف إن البنك المركزي حاطط عينه على كل البنوك، خصوصا في مسألة القروض ديت. خد الضمانات اللي أنت عايزها. يبقى اتفقنا، كل اللي عليك إنك تقدم أوراق الملكية الخاصة بيك، وفي لجنة هتطلع من البنك تعاين وتقدر، وبعدها هيقدموا لي تقرير، وساعتها هصرف لك القرض فورا. أنا مش هنسالك الجميل ده أبدا أبدا. لا جميل ولا حاجة يا محمود بيه، ما تقولش كده. وبعدين ما أنت لسه قايلها يا راجل، حكم العشرة القديمة اللي بينا. أنت إزاي توافق على قرض بشروط زي دي يا محمود؟ دي نسبة الفوائد لوحدها 20%، مشروع إيه اللي هيكسب الفلوس دي كلها؟ سمعتنا في السوق يا جماعة، لازم نوفي بالتزاماتنا وندفعوا الشروط الجزائية، يا إما مش هنعرفوا نتعاملوا مع الناس دي تاني. المصنع اللي هيتبني ده هيورد لمين غير للناس دول؟ أنا ببص لقدام يا إخوانا. أيوة يا محمود، بس أنت واخد القرض ده بضمان أرض المصنع وبيت جليين كمان. كان عندكم حل تاني؟ إن شاء الله كله يتعوض، وفي خلال فترة الست شهور السماح دول لازم المصنع يكون اتبنى وخلص واشتغل كمان. وقصة التركيب بتاع الألمان هنجيبه منين؟ أوه. ما تكركبوش الدنيا فوق دماغنا بقى كمان، خليني أعرف أفكر. أنت رايح فين؟ رايح الموقع أشوف وصلوا لحد فين. أنت إيه رأيك في اللي بيحصل ده؟ والله رأيي أنا قلته من زمان، محمود بيخبط، إحنا مش مفروض نبقى ساكتين كده. أمال المفروض نعمل إيه؟ مش عارف، بس قلبي حاسس إن في كارثة كبيرة هتحصل. يا أخي يا أخي، فلالله ولا فالك، خليك متفائل ولو مرة واحدة بس في الحياة. متفائل؟ يكش بس ما نبيعش هدومنا. يا مريم، ما كانش المفروض إن أنت تيجي هنا. يعني أقوم أمشي؟ لا تمشي فين، ده أنا ما صدقت أشوفك. انا بس عشان المكان كله رجاله. بتغير عليا؟ امال اغير على مين يعني؟ على مستوى. وحشتني. انا مستحمل كل ده عشانك. عارفه يا حبيبي، بحوش كل قرش، بفكر اشتغل بعد الظهر كمان. ودراستك مهم. انت تفتكر ان المشكله مشكله فلوس؟ عارف اني مسلم انك مسيحيه وان دي مشكله قدر، بس يعني متهيألي امك عارفاني كويس وعارفه ان ازاي شكري بالظبط. شكري لو له اخ ما كانش هيخاف عليه ولا يحبه قوي زيه. امي ما بتطيقش تسمع سيرتك. الله يطمنك، لسانك بينقط سكر النهارده. انا اسفه يا درش، بس مش عايزك تحط عليها امل كبير. امل ايه بس؟ الموضوع مش موضوع امل، انا بس ابقى جاهز من ناحيه الفلوس، على الاقل حارب في جبهه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مريم؟ ازاي حضرتك يا انكل محمود؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. زي ماما واخوك شكري كويسين. ايه ايه اخبار الشغل يا باشمهندس؟ تمام يا محمود بيه. طب انا ماشي، ما تنساش يا مصطفى تبقى تنسخ الحاجات اللي قلت لك عليها. طبعا طبعا. عن اذنك يا محمود بيه. بالنسبه لي يعني الشغل حضرتك زي ما حضرتك شايف العمال. ايوه لا شغل كده كده مظبوط. ايه بقى حكايه مريم دي؟ لا اصل هي عايزه المذاكره. هو مش وقته، بس برضو ما تنساش تنسخ لها الحاجات اللي طلبتها منها. عايزك تجمع لي العمال وتجيبهم لي هناك. اوكي حاضر يا محمود بيه. خلي بالك. اكرم بيه، حسين جاي يشكرك عشان اللي عملته معاه. لو عشان خاطره ما كنتش عملت حاجه. خلاص بقى يا باشا، عفا الله عما سلف يعني. وبعدين دي غلطه ومش هتتكرر. اوعدك ان انا مش هتحرك او اعمل اي حاجه الا لما استاذنك ان شاء الله، حتى اكون
ورايح اتغدى. خلاص يا اكرم بيه، حسين عرف غلطته ومش طالب غير رضا سعادتك. وحياه النبي اللي هتزوره قريب لا انت مسامحني. عشان خاطري، عشان خاطري يا اكرم بيه. غلطه كمان؟ ما تكملش يا باشا، اي حاجه هتعوزها هتمشي. ها خلاص خلاص. مدى متصفيته بقى، حسين كان ليه طلب صغير عن سعادتك كده على طول كده. خير؟ هو بصراحه عايز يرشح نفسه في مجلس الشعب في الدوره الجايه، وعايز مباركه سعادتك. سياسه مره واحده يا باشا، يعني شويه سياسه على شويه بيزنس والبركه بقى في سعادتك. طيب سيبني العبها لك كويس. ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك يا رب. الو. ايوه يا فندم، حالا جاي لحضرتك. خليكوا قاعدين، هوصل للشعراوي دي وارجع لكم على طول. مبسوط يا عم؟ ما انت اخويا وحبيبي. اخوك وحبيبك ببلاش كده؟ لا طبعا، ما هو مفيش حاجة في الزمان ده ببلاش. اتفضل يا باشا. ده شيك لسعادتك. وده شيك عشان الباشا. الأمير يطلبكم للاجتماع. الحمد لله الذي أعزنا بدينه وهدانا إلى صراطه المستقيم. أما بعد، فإن إقامة الدولة الإسلامية هو الهدف والرجاء، وإذا كان هناك من سبيل لإقامتها فهو الجهاد. الجهاد، وأركز على كلمة الجهاد، تلك الفريضة الغائبة عن حكومتنا والتي لا يجب موالاتها، ومن فعل ذلك فهو كافر، ومن مات دفاعا عن حكومة كافرة ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهو كافر، إلا إذا كان مكرها فإنه يبعث على نيته. عاوزني اعمل لك ايه يا اكرم بيه؟ المصنع ده لو اشتغل يبقى كل اللي عملته طلع على فشوش. مش الارض دي يا برضو اللي اتضحك عليك فيها، واسكندريه كلها بتتكلم عنها لغايه دلوقتي. يا باشا انا ان كان عليا انا استعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها، دور الباقي بقى على سعادتك. ما دام ليك عنده طار ما تسيبوش، وبعدين لو المصنع ده اشتغل الراجل ده هيعلى فوق فوق قوي يا باشا. الارض دي فين بالظبط؟ ما بين طريق الحريه واول الطريق الزراعي. قبل ما تتبني كانت أرض إيه؟ أيوة كانت أرض زراعية. أرض زراعية بقى. أمرك يا أكرم بيه. تجيب لي أصل وفصل الأرض دي وتتصل برئيس الحي هناك. حضرتك ناوي على إيه؟ نفذ الأول وبعدين أسأل.